السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انستغرام اطلق خاصية جديدة اسمها انستغرام تي في. طبعا هذا عبارة عن تطبيق او برنامج، طبعا هذا هو شكله في البلاي ستور، مجاني طبعا. تكتب اي جي تي في راح يطلع لك هذا التطبيق، تنزله وراح ينزل على الجهاز بالشكل هذا زي ما تشوفون. طبعا هذا التطبيق يساعدك في تنزيل فيديوهات طويلة أكثر من دقيقة، توصل إلى 5 دقائق، 10 دقائق، إلى نص ساعة، إلى ساعة ممكن. طبعا هذا الفيديوهات يختلف بشكل تام عن الستوري، ما له علاقة عن الحالة إلى آخره من الانستغرام نفسه. طبعا أنا شخصيا نزل لي في الانستغرام زي ما تشوفون بالتحديث الجديد، زي ما قلت لكم متحدث لازم تحدث الانستغرام التحديث الاخير، وراح ينزل لك بالشكل هذا. طبعا لما تدخل عليه من هنا راح تشوف هذه الاعدادات زي ما تشوفون، في خيارات هنا وفي ايقونة حسابك هنا، تدخل على الفيديو من هنا تشوف التعليقات ولايك ارسال الرابط الى شخص اخر. طبعا كل هذه الاشياء نتعرف عليها بشرح اليوم. طبعا بعد ما ننزل هذا التطبيق انا طبعا ما فتحته لحد الان. نفتح التطبيق مع بعض. طبعا الشرح راح يطول شوي، ولكن انا احاول بقدر الاستطاعه اني اختصر عليكم. بدايه اذا كنت مسجل دخول بالانستغرام راح يظهر لك حسابك في الانستغرام. طبعا هذا حسابي في الانستغرام وتشرف بمتابعه الجميع. نضغط على هذا الحساب من هنا على هذه الايقونه، وبعد كذا تطلع لك صفحة أخرى زي ما تشوف. يقول لك إذا تبي تشغل التنبيهات، أنا ما بشغلها، أضغط على سكيب من تحت وراح يظهر لك بالشكل هذا. نتعرف على الخيارات الأربعة اللي موجودة هنا. يقول لك هنا بالبداية الخيار الأول يقول لك هذه لك، يعني المشاهير أو الأكثر مشاهدات إلى آخره. الخيار الثاني هنا يقول لك اللي أنت تتابعهم. الخيار الثالث اقتراحات، يعني أصدقاء الأصدقاء أو مضيفينك على رقم جوالك أو على إيميلك أو حسابات أنت تدخل عليها بشكل يومي متكرر. يعني الخيار الأخير هذا الفيديوهات اللي أنت ما كملتها، شفت جزء معين منها وما كملتها، راح تظهر لك هنا. إذا شفتها كامل بالكامل، يعني هنا يقول لك 10 دقائق و48 ثانية، إذا شفتها بشكل كامل راح يختفي من القائمة هذه. هنا في مجموعة خيارات نتعرف عليها. طبعا هنا البحث إذا تبي تبحث عن شيء معين، هنا أيقونة حسابك، هنا الإعدادات، نتعرف على الإعدادات مع بعض. هذه الإعدادات من هنا، تسجيل خروج، هنا مساعدة، هنا إذا كنت بتربط حسابك في الفيسبوك من هنا، هنا إذا أنت بتسجل في حساب آخر. لما تضغط على هذا الخيار، طبعا هذا حسابي، لما نضغط على هذا الخيار من هنا تطلع لك يقول لك تسجيل في حساب آخر في انستغرام. طبعا ما يفتح معك التطبيق إلا يكون عندك حساب في الانستغرام. نرجع للقائمة الرئيسية. إذا تبي تنزل فيديو، طبعا ما يقبل إنك تصور من الكاميرا الجوال مباشرة، يعني لازم ترفع فيديو من جهازك إلى التطبيق أو البرنامج. إذا تبي تنزل فيديو معين تضغط على أيقونة حسابك من هنا. بعد كذا تطلع لك خيارات. طبعا هذا حسابك، طبعا هذا حسابي في الانستغرام وتشرف بمتابعته للجميع. يظهر حسابك هنا والوصف اللي انت كاتبه في البايو. اذا تبي ترفع فيديو من الاسفل او من علامة الزايد من هنا، نضغط على علامة الزايد من هنا ويقول لك يعني يرغب البرنامج اي جي تي في للوصول الى الصور الخاصة بك، نضغط موافق من هنا. وبعد كذا تطلع لك الفيديوهات اللي انت حافظها على جهازك في الاستوديو. اذا اخترت الفيديو كمثال، تبي تختار هذا الفيديو، بعد كذا نضغط على نيكست من هنا. وبعد كذا تطلع لك خيارات، يقول لك هنا تكتب عنوان الفيديو، هنا الوصف، هنا اذا حاب تنشره على الفيسبوك، تسجل دخولك بالفيسبوك وراح يتم نشره بالفيسبوك تلقائيا. انا ما ابي انشر فيديو بهذا هذا الفيديو للشرح فقط، سويته للشرح. بعد ما تنزل التطبيق راح يظهر لك في الانستغرام زي ما قلت لكم، ولكن الاعدادات وغيرها ما تقدر تتحكم فيها الا من التطبيق نفسه.
وزي ما تشوفون هنا أيقونة التطبيق نفسه ظاهرة في الانستغرام، لما ندخل عليها من هنا تظهر لك الفيديوهات، وتظهر لك الفيديوهات فيديوهات أصدقائك تحصلها بالخانة هذه بالأيقونة هذه، وهنا المقترحات وهنا الفيديوهات اللي أنت ما كملتها. ولكن ما تقدر تتحكم في الإعدادات إلا من التطبيق نفسه، البرنامج نفسه اللي قبل شوي نزلناه. طبعا التحديث الجديد ما تغير أي شيء فيه، سواء أيقونة الرسائل الخاصة صارت باللون الأزرق زي ما تشوفون. هذا إن شاء الله الشرح اليوم يكون واضح، أي سؤال أو استفسار بخصوص هذا الشيء أنا دائما وأبدا بالخدمة. أشكركم على المتابعة وفمان الله.